نجم يقوم بثورة في قطاع البناء، رئيس جامعة البناء والأشغال العامة بالوتيكا بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، سيد جمال غسيبي صباح النور ومرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. اهلا وسهلا بيك واهلا وسهلا تحب تقرب كل شوية؟ مستمعي اكسبريس اف ام. شكرا لك. هو هي ثوره راهي ديجا معناها في العالم بدات، وانا الحقيقه الفريق نتاع سي فوزي والخيال الكل اللي قاعدين يساهموا في البناء الايكولوجي يعطيهم الصحه. انا مشكلتي تو في المناخ، مناخ الاعمال معناها هذا الشيء. الثوره هذه اللي نعرفوها وكولومتريز وعندنا لي بونز ارشيتكت وعندنا حوايج عجيبه ونشوف معناها حتى جونا للجامعه دي جون قام يخدموا على افريقيا ومعناها دي شانجمون تيريبل. يوم بعد مش لقى قدامه الاداره التونسيه، وما ادراك ما الاداره التونسيه، ومش لقى قدامه الفصل 96 وما عنديش امكانيات والمواطنين عطلوني انا هذا مناش خايف. وهذا توا مع سي فوزي الخدمه نقولوا اهما لي زوبستاكل كيفاش نحيهم. راهو معناها نشكر، لازم نشكرهم هكا الناس اللي في الاداره التونسيه اللي قاعدين يحاربوا ليلا نهارا باش تتقدم. اما راهو عندنا جزء كبير شيء عجيب في التعطيل، شيء عجيب في معناها الاختراعات والاكتشافات كيفاش نعطلوا. احنا عندنا ما عندنا الانفست فورم بتاع تونس ولا غدوه وبعد غدوه شوف قديش عندنا من خمسة مليار دولار لتو راقدين من 4 سنين ما استعملناهمش كمشاريع. مصداقيتنا قاعده تحت. انا اللي خايف، سامحني انا اللي خايف على المنظومه هذه بتاع البناء الايكولوجي من ادارتنا العريقه العميقه اللي ما نعرفش واش نسميها العقيمه اللي كذا. هذا مش خايف يا مسي جمال، هوني معناتها ساهل ياسر معناتها نقولوا الاداره، واكيد معناتها فما معناتها اكيد ممكن تعطيلات ديما نحكيو عليهم مش هذا الجديد، ولكن اليوم البناء الايكولوجي هل هو مقنن بكل وضوح؟ هل هو فما قوانين تسهل عليه الماموريه؟ ما نعرفش كان فهمني زاد خاطر السيد الاداره يقول لك انا ما عندي شيء وما ما هذا هو. انا مش نعطيك مثال بسيط ومسيرش، خلينا نرفع مورال التوانسة. راهو البارح صار اجتماع كبير في قفصة وعلى التثمين لماتريو اللي موجود غاديكا اون فورم دو بي بي بي، معناها دي كارير. ونشر كل خيال على راسهم من منتوج مختلف، خاطر حتى في انا لفتت انتباهي من الاول تقالوا 20، انا ريت الخريطه بتاع السيد يغبش يكون حاضر من بعد هنية. حسبنا 55 ولا 56 غير في قفصه والريجيون نتاعها نتاع منتوج مختلف من الارض نتاعنا اللي يصلح في البناء، ومداخيل رهيبه بالعمله الصعبه والاف الاف مواطن الشغل. واحنا خلينا نشكرهم الناس اللي قاموا بهم وعلى راسهم رئيس الهيئه البي بي بي سعاده مجدوب والخيان في السي بي جي اللي قدموا لنا الشيء هذا. احنا المساج نحب نعطيه انه يلزمنا زاده في البناء الايكولوجي يكون عندنا ناس كيما هكا. راهو القوانين وشفنا البارح وزيره الصناعه والطاقه والمناجم معناتها اليوم تقول لك نازله بثقلها الكل باش تضرب على الطاوله فين ما كانت وفي المجال. هذيك من المفاخر. ساعات الواحد يقول حاجه لو خيان في الجامعه نتاعنا جامعه البناء والاشغال العامه خدمنا معها مع البي بي بي وتعدى في الاخر وبدا. هذا ايش حبيت نقول لك؟ دونك يبدا فما فولونتي ها نوريو عبد يحب. انا هذا علاش المساج اللي قلت اليوم مش نعديه. الجامعه ان شاء الله مع الوخيان مع سي فوزي مع الوخيان مش نحرسوا انه هذاك العوائق الاداريه اللي تعلمنا بها نحيهم. راهو اون فابا انفونتي لا رو، راهو توت لي نورم اكزيست. معناها احنا نتعاونوا مع اوروبا وهذيك الميزه نتاعنا، نتعاونوا مع اوروبا كله ديجا مقنن في اوروبا. يعني لا رو تو فيرت هاد برك نتعداو من العقده اللي عندي وما عنديش والفصل 96 وما عنديش امكانياتك. الحكايه اللي نعرفوها العاده معناها اللي باش نعطلوا اي حاجه نجدوا المواضيع هذه. احنا تو مثلا عندنا موضوع نتاع سيمان، نوعيه نتاع سيمان عندها 30 سنه تستخدم في اوروبا اللي هي ايكولوجيه اكثر، تستعمل بوكو موان دو دينرجي، فيها اقل كلينكير. عندها 30 سنه، النورم التونسيه خرجت من 2007، تو نحاربوا على تطبيقها والحمد لله تو وزيره التجهيز، وزيره البيئه، وزيرة الصناعة ثلاثة خذوا لدوسيا ما بعد ما زاد السيمان 25%. وهذايا المساج هذا نتاع اليوم اللي نحب نعطيه نتاع مناخ الأعمال، هذا راهو سي دو ليكونومي دينيرجي. مفروغ منه، معناه ما عادش نحكيو البرودوي باهي ولا مش باهي، أرشيتكتورالمون حلو ولا. سي سي أن برودوي كونو ونحبوا ندخلوه لتونس وإحنا عندنا ميزات تفاضلية. توا العوائق الإدارية نحيوها. وزيد من هكاك
نوليو نشوفوا وين نجموا نشجعوا، يعني الاداره التونسيه، وهذا نخدموا ان شاء الله مع وزير التجهيز اللي هي الحقيقه معناها كل حتى تعطي حقه تتفاعل بسرعه معنا، ناخذوا دي بروجي بيلوت بيبليك، خاطر اذا كان البيبليك والسبيسيفيكاسيون يتبدلوا ناخذوا بعض المشاريع ونقولوا هذا مثلا بناءات خاصه بالاداره الفلانيه والفلانيه باش نعملهم بالطريقه هذه تو تشوف لي شونجمون. باش نختم معاك بسؤال بسيط في دقيقه ثم فاصل وتكون معنا مدام ناجيه غربي مديره عامه لصندوق الودائع والامانات. انتم مامنين بذايا؟ مانيش نحكي على سي جمال اليوم لانه انتم تبنيوا وماكمش قاعدين تبنيوا الايكولوجي. شوف احنا عندنا حاجتين. هو قال سي فوزي قال كيف فما شكون يبني هو القطاع الخاص، ما باقي بنسب ما حتاش ما خد، كي سالته على النسبه قال ما زلنا. انا نتفكر كيف الجبس دخل تونس، البناء بالجبس. كي دخل تونس كان ثم ريزيستونس كبيره من عند المواطن التونسي مش متعود به. هذيك اساس تان ترافاي دو كوميونيكاسيون، والكوميونيكاسيون تو سهلت لانه هذا ما تنساش اللي هو ارخص وما تنساش اللي هو عنده ان ايكونومي دينرجي كبيره، دونك عنده ميزات اللي تنجم تطبق. يعني لا ريزيستونس اللي شفناها باش الجبس تخلل البناء في تونس قعدنا تقريبا 20 سنه نحاربوا توا نتصور اقل، لكن الخدمه توا على الاداره على ان بروجي بيلوت ولا دو بروجي بيلوت ولا 10 بروجي بيلوت ان ميم طون مع الاداره التونسيه في مشاريع عموميه ويدخل السبيسيفيكاسيون ووزاره البيئه ووزاره الصناعه يفرضوا، كنقول يفرضوا يلزمهم يفرضوا لان فيها ايكونومي دي انرجي فيها ان ايكونومي دي ديفيز ونلقاو لها الحلول وما حناش مش نكتشفوا حتى شيء. سبقونا ناس لازمنا نعملوا بالبون موديل. بيك سي فوزي العايد يتكلم وانا ما ريتهاش البنيه هذيا ما نتصور يحكي معناتها على حاجه محترمه جدا، هو هذا اللي وصفه هكا وصفه، انا ما ريتهاش معناتها ما يحكي في جندوبه على مشروع صحي معناتها تبني في 75 يوم 6000 متر مربع معناتها فما السرعه فما الكاليتي الجوده تربح الفلوس الى اخره. انا وبنيه صديقه للبيئه ومجايه بخدمة بمواد اللي هي من الطبيعه نتاعنا موجودة من الاف سنين. جاتنا ستارت اب للجامعة مع الممول نتاعها اللي معناها ان جران انفستيسور تونسي يخدموا على افريقيا مشاريع نتاع فيلات. فو نافي با ايدي معناها هذاك ونحب نعطيهم توا حظهم في تونس. وهذاك ان شاء الله مع الإدارة التونسية خلينا شحنة أمل نحلوا لهم الباب، مش نقولوا لهم الفصل 96 وما عنديش إمكانيات والمواطنين ما خليناش نخدم. شكرا لك السيد جابر سيبي رئيس جامعة البناء والأشغال العامة تابعة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. حكينا على القفصة قبيك اللي كان حاضر البارح ممثل بالكدا بالرئيس سمير بجول وسي خالد سلامي وسي طيب التاري وإلى آخره. دونك اليوم لوتيكار سيغتو لي فرون هذاك بناء كل كل الموضوع هذاك بدا في اجتماع بي 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 مع مجموعة من لوتيكا في الهيئة في هيئة البي بي بي والفكرة وقلنا لهم راهو عندنا كما قلت أنت سيادتك عشرات لي ماتريو عشرات لي كارير اللي هما ديسبونيبل ويلزمنا نثمنوهم ويلزمهم يتخدموا كان شركة بي بي بي. فاصل راجعين مع السيدة ناجية غربي المديرة العامة صندوق الودائع والأمانات. خلينا نحكيو على المالية الخضراء كالجرين فاينانس كيفاش نمولوا جوستومون نبجلوا تمويل المشاريع اللي عندها الجانب الأخضر.